من المقرر فتح مطار غرب سيدني نانسي بيرد وولتون الدولي في أواخر 2026، وسيجلب هذا المطار فرصا جديدة ومشوقة للمنطقة. لقد تم إعداد ممرات جوية تمهيدية للمطار الجديد، وسوف تطلب الحكومة الأسترالية تعليقات أبناء المجتمع على هذه الممرات الجوية خلال عرض مسودة بيان التأثير البيئي للجمهور. وتماما مثل بناء الطرقات، يتطلب تصميم ممرات جوية جديدة وآمنة أعمالا تقنية رفيعة المستوى ويتضمن عوامل عديدة. واستجابة لتعليقات أبناء المجتمع على خطة تصميم الممرات الجوية التي أطلقت في 2015، وضعت الحكومة 12 مبدأ تصميم للاسترشاد بها في تصميم الممرات الجوية. وقد تم اتباع هذه المبادئ في تصميم الممرات الجوية التمهيدية لمطار غرب سيدني. تشمل المبادئ تجنب الطيران فوق المناطق السكنية والأماكن الحساسة للضوضاء قدر الإمكان، وأخذ الأماكن الطبيعية والحساسة بصريا بالحسبان. كذلك تلعب القواعد الدولية وعوامل أخرى دورا في تصميم الممرات الجوية، ويؤثر اتجاه المدرج تأثيرا كبيرا على تصميم الممرات الجوية. وهناك متطلبات صارمة يجب التقيد بها عند إقلاع الطائرات أو هبوطها. ومدرج مطار WSI هو بالاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي، وتم تقييم جميع خيارات ممرات مطار WSI الجوية للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والبيئة والكفاءة والقدرة، ثم يتم اختبارها ثانية لضمان ملائمتها للمخاطر كتضاريس الأرض والممرات الجوية للمطارات الأخرى وظروف الحياة الواقعية. ولاحقا من هذه السنة سوف تتمكنون من تقديم تعليقاتكم على الممرات الجوية خلال عملية إعداد مسودة بيان التأثير البيئي. سوف تساعد تعليقاتكم على تنقيح الممرات الجوية في التصاميم المفصلة. للمزيد من المعلومات يوجد تفقد WSI flightpass.gov.au.